السلام عليكم وبديت فيلوج جديد ضرب نار في رمضان. النهارده تاني فيديو نصوره في رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين. المفروض ان انا جايب حاجه مفاجاه بمناسبه رمضان وهي صواريخ رمضان. طبعا زي ما انتم عارفين الشهر الوحيد اللي بيبقى فيه صواريخ وفرقعه وبوم وانفجارات هو شهر رمضان زي ما انتم شايفين. طبعا النوعين المفضلين لقلبي في الصواريخ هو المثلث. طبعا المثلث ده لما بيفرقع بيخلي مخك يحس ان مخك اترجرج من مكانه. وتاني نوع بحبه هو نوع اللبوسه، صاروخ اللبوسه. الصاروخ ده اسمه اللبوسه. طبعا مش محتاج اقول لكم ان هو ليه اسمه اللبوسه، يعني اكيد انتوا فاهمين مفهوم اللبوسه فاكيد فاهمين المقصود. يعني المهم اختصار، ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل مقلب في احمد شاور ونرجع حرب المقالب زي زمان. احمد شاور نايم من امبارح من يوم ما كنا بنعلق الزينه فلاش باك. لو الزينة عجبتكم انزلوا اكتبوا تحت في الكومنتات، لاني زي ما قلت لكم فيديو الزينة لو جاب 300,000 لايك هنعلق زينة هناك في الفيلا اول لما نرجع القاهرة، ونوزع الايفون 11 برو ماكس المتبقي في المسابقة. كومنتات كتير عشان هختار من الكومنتات. ودلوقتي المفروض ان احنا هنخش نبص على احمد شاور نتاكد هل هو نايم لسه ولا صحي. نايم بقاله يومين نايم. اتمنى ان انت لو بتتفرج على الفيديو ده ما تزعلش مني يا احمد شاور، بس انت سبتني وانا بعلق زينه لوحدي فانا مش هسيبك تنام في سلام. جيب كده لبوستين حلوين على واحد من اللي هو الخابور حلو برضو كده على مثلث طعم كده اربعه كده ايه يعملوا ميكس بوم بوم طخ يا باب على طول. لسه جديد على عمر
الشقه لسه جديده. الشقه جديده يا عم، انت بقى 90 سنه يا اسطى. بتاع بيجي على الحيطه والله. ايه ده؟ ايه اللي بيجي على الحيطه؟ بتموت ولا ايه؟ خد واحد كمان. انا عايز اوريك بالهبل في جيبي. طبعا هو ما يعرفش ان انا عايز اوريك. خلاص احمد طلع لك واحد. احمد طلع لك. احمد طلع لك. انت فين؟ انت فين احمد؟ تعالى ما تخافش. احمد شاور ما تخافش. احمد شاور ما تخاف. عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. معاهدة سلام؟ يا اسطى بص حتة. معاهدة سلام؟ انت هتنضف ده. ايه؟ يا عم انا هتجوز كمان شهرين يا عم. ايه ده؟ الف مبروك عشان انا متجوز انت وعرفتك تفتكروني. طبعا يا جماعة كلنا هنبارك لاحمد شاور في الكومنتات هتجوز كمان شهرين ان شاء الله. كل سنة وانت طيب. بالظبط. ايه؟ الشهرين بالظبط. خلاص؟ تعمل حاجة يعني؟ عند رجالة؟ ماشي خلاص يا عم حطه في جيبها. يا عسكر عسليه انت في ايه؟ يا سيد عمر. فين عسليه؟ انا تحت البيت عندي يا سيد عمر. طب ما تجيلي كده علشان تستريح عشان عايزين نعمل فيديو تيك توك كده في السريع. تيك توك؟ اه هنعمل فيديو تيك توك تحدي كده شفته على التيك توك كده هنعمله في ثواني كده في خمس دقايق. خلصانه يا عمور. طيب ماشي مستنيك اهو. ماشي يا عمور. يلا سلام. سلام. دلوقتي المفروض ان اللي جاي في الطريق مصطفى عسكر، المفروض ان انا دلوقتي جهزت ليمون خاطر ايه احبج المقلب شويه، يعني المفروض ان هو دلوقتي فيه ليمون سكينه وفي تمامه في مشبك هتفهموا بالظبط هعمل فيه ايه لما يجي وهفهمه ايه. ايه يا حبيبي؟ ايه يا بطل؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم في حد بيخبط كده؟ انا يا عم يا عم تعرف ايه ده يا عم الشراء؟ طنطا يا جدعان اول يوم رمضان يا جدعان. تعالى اقعد عشان انا موقع اصلا هشرح لك عارف ان انا كاني بشرح دلوقتي. عايزين نعمل تحدي كده على التيك توك بس بتصور كواليسه عادي. دلوقتي هتصور ايه فيديو؟ شفت التحدي كده على التيك توك بيعملوا ايه؟ بيروحوا مطلعين الليمون وياكلوه بقشره. لا ايه؟ صفيه بقى. يا صفيف بقك. بس هو الفكره ان انا هسد مناخيرك، يعني انا هسد مناخيرك وبعدين هطلع لك مجموعه من الحاجات، في منها الحلو في منها المزي. شوف ايه ده يا ابني وسع. طب ماشي ما انت بتشرح لي. تحط ده كده ماشي. بص ده كده يا عم ثاني هعدله عشان ما تستطعمش. مش يجيب ازاي يعني مناخيرك هي اللي تستطعم يا غبي؟ وسع عامل كده اهو. اقفل يلا اقفل اقفل ماشي بقى. ايوه ايوه بس كده اتنفس من بقك بقى ماشي. اه بدك بترطقه ماشي. يلا اقعد بقى. كباشي بقى كمل لي كمل لي. هتقعد يا مصطفى خلي مثلا هيروح يطلع التليفون وهيصور. اه دلوقتي مثلا دلوقتي مثلا مصطفى انا دلوقتي هعمل لك مثلا تيست الحاجه ماشي. تيست ماشي. هو يعني المفروض دلوقتي ان انا في ايد فيها حاجه حلوه وايد فيها حاجه وحشه ماشي. فدلوقتي مثلا دي هتروح قايل دي مثلا ايه؟ انا السودا بس اتعطش. اتعطش برضه؟ كيكه. ايه كيكه؟ دي كيكه متاكد ولا ليمونه مثلا؟ مستطعم الشوكولاته. مش مستطعم هي بالايه بالظبط صح؟ اه استنى بص بقى اللي عليها الدور دلوقتي دي. ايه ده؟ ايه ده يا عمر؟ دي انا ما لحقتش يا ابني. يا نهار اسود. يا ابني عارف ده ايه؟ اه عارف ده ايه؟ يا ما حسيتش بودني يلا. دي معاك برضه هولع ماشي هولع وهرب عليك ممكن يجي بالزعبون يجي بالتيشيرت وربنا هنصر. ويا بوكس طيبين. اه
يا جدعان المفروض نبرنا على بوجي ويلعب. مفيش يا حبيبي. يا حبيبي ايه يا حبيبي انت فينك كده؟ مع نفسي. طب ما تجيلي على شاي السريع كده عشان بنصور فيديو بس تيك توك سريع كده. تيك توك؟ اه واحد على تيك توك كده حاجه كده سيبولي من بتاعتك كده سيبود. خلصانه ماشي يا عم مش هناخد 10 دقايق يعني. 5 دقايق وبنروح. ماشي يلا مستنيينك اهو. ماشي يلا. بوجي جاي. عندكم ليمون؟ لا ما عندناش. عندكم خنزير؟ بوتو فوتينو. بودي احلى بودي من الدنيا يا جدعان المفروض ان احنا معانا في الفيديو النهارده بودي ولعه طيبين عشان طيبين عشان ورقيه احلى شهرجيه في الدنيا كلها محترم عشان خاطر رمضان وبتاع المفروض ان احنا اصلا انت ما تديش محترم ما هو انت محترم عسكر كده كده انت عارف يعني روح على العسليه احنا دلوقتي بنعمل فيديو ايه عارف انت العاليه بيعملوا رياكت على فيديوهات تيك توك احنا بنعمل كواليس من وراء التيك توك ماشي فاحنا دلوقتي هنعمل فيديو اسمه تحدي التذوق المفروض ان انت هتخش تقطع كام لقطه كده بسرعه واحنا اول ما جبنا الليمون وعين لقطه وهيكون مقلب يعني ليمون ابويا قبل ان شاء الله ابويا ليمون وحاجات حلوه زي دي كده بص اصل انت شايت السريعه دي انا عارفك بتعمل فيها مقلب على طول دوم على طول انت احنا جيناها اصلا اخر مره من 7 شهور ماشي ما قبل 7 شهور كده بص عشان افهم افهم بس افهم افتح مخك قول لي انا دلوقتي هنعمل احنا عاملين فيديو مصورين ايه احنا بنجيب الليمون ماشي وبعدين احنا عاملين تحدي ان احنا كل حاجه عاملينها واحنا مغمضين واحنا بنشتري مغمضين واحنا بنقطع مغمضين عشان ما يبقاش الفيديو ممل لواحد بس فيه جبناك معانا انت هتعمل ايه هتروح لابس دي لابس الكمام على عينك تروح ماسك السكينه ماشي وهتقطع بالظبط 3 ليمونات وانت مغمض ماشي بس جوه في المطبخ طبعا مش هنا بقى هتقول المشبك بقى ماشي بس عشان احنا مصورين اول فيديو بالمشبك ابو دي فايه كل واحد مننا هيعمله هيلبسه في التحدي هظبطها اهو يلا راح الليمون راح احطه من كيس جهز له الليمون ايه الفكره في الغبيه يا عم هو التيك توك ايوه هادي الليمون دخل له ليمون حاسس ابويا على الليمون هيقطع ايه لا لا بالراحه بالراحه بقى من حاسس ان هو ده الفكره دي الفكره ان انت ما تتهش فاهم سامح حاجه اقسم بالله ايه دول كام بقول لك مش سامع تقول لي دول كام انت عامل خطتك معاك معاك كذا مره اصلا يا اسطى انا عندي وضع الفواريخ يا اسطى انت صحيت بقى قفينا من كده يا سيد عمر لا والله غصب عني والله السكان هيشتكوا مننا انا عرفت ليه احنا كل لما نروح شقه بنتجرش منها انا اللي عرفت نعمل ايه بقى؟ نجيب يوسف طازه اه رن عليه دلوقتي هنجيب يوسف طازه ايه يا عبد انت فين يا سيد جو؟ انا مع تيك توك اخويا طب ما تيجي احط امك يا سيد جو كده نصور روح التيك توك على الرايق كده فين يا برنس؟ حاجات بتاع التيك توك كده ايام زمان كده يا سيد يوسف انا مش ايه ده ده يا سيد يوسف اللي بيعمل تيك توك رجاله قوي لا لا كلهم بيبقوا مش تمام انت راجل يا جو ما انت سيد جو خلي بالك ان بودي راح بيعمل تيك توك برضه سيد جو يعني وانت كمان بتعمل تيك توك ما تقعدش حوار على بعض يوسف تعالى يوسف يوسف تعالى يوسف احنا مستنيينك انت فين يلا تعالى بس نشوف القصه دي لما تيجي في شاهد السريع قدامك قد ايه وتيجي كده تقريبا يا يوسف اخلص المشوار ده واجي على طول طيب خلاص انا مستنيينك اهو يلا سلام ايوه جو ايوه جو اوف طبعا يا جماعه معانا يوسف طازه صاحبتنا المفروض ان احنا هنا جايبين ايه شويه حلويات هنا امال فين التيك توك اللي انت بتقول عليه بقى يا عم هو ده فاهمك فاهمك في حد جه على التيك توك اسمه ايه حلو وحاد ده الاجانب بيعملوا ايه ماشي وبعدين اسال ده الاجانب بيعملوا بيبقى في حاجه حلوه وحاجه مثلا ميزز فانا بنجيب مثلا هنا دي ايه حاجه مش شوكولاته اهي حاجه حلوه انت بتروح مغمي عينك وهتروح ضايق تقول مثلا دي حلوه ولا دي وحشه فاهم كده خلاص فهمت ماشي اقعد بقى يا حاسس ان انتوا كده هتعملوا حاجه يا عم على الاقل هتدوق ليه يا عم هنعمل حاجه ليه يا بص قول ايه ها مفيش بقول له قول له انت بتقول ايه يا يوسف قول له فوق طيب ماشي بص بص تعالى بس عايزك تقرب كده تست ماشي افتح بقى لا انت انت بتشيل الجمامه يا عم ما حكيت على بوق لا هو خليها كده ايوه انت هتعمل حاجه انت مناخيرك مسدوده بالامانه والنعمه مش شايف حاجه بالامانه وعهد الله مش شايف حاجه مش شايف حاجه وعهد الله كده قول مناخير مناخير انت كداب انت بتاخد صوت طب قول كده بربور بربور طب دوق كده هنعمل مثلا ايه تيست بص ده تيست مثلا ماشي ده احنا كمان نجرب ده تيست فراته بيضا عايز ايه بقى هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ لسه بيكمل يا اخي يا رامي يا رامي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ده؟ انت بتقنع فيا؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ طب بقول لك ايه؟ اجمد والله ما كلمتش يا ابني ما كلمتش
عمور. انت لسه قاعد بتاكل من ساعتها حتى ما تنفذش. طب يا اسطى انت جاي لنا تولعها فينا يا اسطى. ايه؟ معلش يا حبيبي. ما بسلمش غير على الرجاله. هات الدكتور عشان يخيط. طيب يا جدعان دلوقتي المفروض بقى ان الفكره الحقيقيه فعلا ورا الفيديو بتاع النهارده المفروض ان انا اعمل لهم تحدي فعلا اكل الليمون. يابا انا اسمي سيد ديشا ليمون. يابا طب استني حد هنا. انت مين قالك النهارده؟ ممكن اقول ها؟ لما كان جوجل؟ بجد والله عشان على السريع. طب يا ابني انت معانا. افتح كده. اخويا احمد علي. ايوه يا ابو عبد العزيز. تصوروا من غيرها غدارين. ايه لسه سايبك من امتى ساعة؟ بتتفرج على ايه؟ بس هو كان في سي ما بيننا قبل الفيديو. انا بعت لك. طيب يا استطعم مثلا خليك استطعم حاجه مثلا لا استطعم مش عارف ايه بقى الاخير عشان ما يبقاش على ايدك يا ابني اه يا عم يلا اهو اهو لا ايه بص اقفل لا لا اقفل ده اقفل ده اقفل ده بص يا عم علي اقفله بس من اخيره اهو اقفل من اخيره اهو دي كده دي قول دي ايه مثلا قول دي ايه مثلا قول دي بالايه دي بالايه دي ايه ده يا ابني دي كيكه دوها دي بالايه ماشي دلوقتي هديك كيكه ثانيه ماشي عندي كورونا يا اسطى فمش عارف اهو اهو اكل انت عارف بس كنت هتعور خلي بالك من اكتر من توقعات طب بقول لك يا سيدنا الليمون ده في حاجه في حد جايب الليمون ده في حاجه بيفرقع انا مش هلس يعني لا لا انت بتهلس اصل انت كله هم ده بص بقى بقول لكم يا سيدنا ما بهزرش مين اللي جايب الليمون ده من عند الفك يا علي بالامانه الليمون كله الليمون ده يا جدعان انا بقوله طيب يجي ايه وبس كده يا جدعان عشان خاطر الناس اللي كانت طالبه ان احنا نرجع حرب المقالب لو الفيديو ده جاب 300,000 لايك الفيديو اللي جاي هيبقى في مقلب ودي كده نهاية الفيديو النهارده نشوفكم في الفلوج الجاي لو انتوا مش عاملين سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده نشوفكم في الفيديو الجاي